لكم يا جماعه، من ضمن الاوبشنز الرائع اللي في اكسل من اول 2021، يعني الفيرجن من اول اكسل 2021 فيما فوق، في داله اسمها فانكشن، اسمها قصدي فلتر. فلتر دي اختراع بجد يا جماعه، اختراع بمعنى اختراع. تعالوا كده اوريكم ايه اللي ممكن تعمله. دلوقتي انا عندي الفلتر دلوقتي، لو عايز اجيب اللي اسمه مسمى الوظيفي هنا بس محاسب، هنيجي نعمل ايه؟ نجيب فلتر. الفلتر دي بتعمل ايه؟ بتفلتر على حاجه معينه بس. اقول له انا عايز الجدول ده كله تعرضه لي زي ما هو، تمام مفيش مشكله. وبعد كده هنروح دايسين سيمي كولوم، وبعد كده بيقول لك الانكلود ايه. الانكلود هيبقى دي اللي هو العمود ده كله، اللي هو بيساوي اسم محاسب اهي بالعربي كده، محاسب اهي. وبعد كده نقفل القوس وندوس انتر. ايه اللي حصل؟ ان هو جاب لي كل البيانات بتاعه المحاسب. وناخد ممكن الرقم الوظيفي ده كده، اللي هي قصدي الهيدر ده كده، ونخليه هنا كده. تمام. طب دلوقتي بصوا كده، لو تلاحظوا في حاجه هنا اسمها احنا عايزين المسمى الوظيفي وعايزين الاقل من 3000 جنيه. ركز كده بقى في اللي انا هعمله دلوقتي، عشان اللي انا هعمله ده حاجه معقده شويه. دلوقتي دي المعادله، المعادله دي حاجه اسمها دايناميك اري. الدايناميك اري دي اللي هي بتنزل المعادلات، وهي بتنزل كل ما بتضيف حاجات هنا هي بتنزل هنا. يعني مثلا لما اجي اشيل هنا محمد تحسين اهي، نشيلها هتشال من هنا محمد تحسين. طب لما اجي اضيف مثلا احمد محسن، محسن، واكتب مثلا كلمه محاسب اهي، هتلاقي ظهرت احمد محسن اهي. ونكتب مثلا راتب الموظف بتاعه مثلا حوالي 1500 جنيه. تمام. دلوقتي احنا بيقول لك ايه، احنا عايزين نفلتر على اسم محاسب وعايزين نجيب اقل من 3000 جنيه. يبقى هنيجي هنا عند المعادله، وشايفين الانكلود دي اللي هي المفروض انكلود دي هنحطها ما بين قوسين. ركزوا في اللي انا بقول، هنحطها ما بين قوسين. وعشان نضيف شرط تاني هنضيف استرك. استرك يعني اللي هي علامه الفي. وبعد كده نفتح قوس تاني ونعمل هنا كده اقل من 3000 جنيه ونقفل القوس تاني. بقى كده عندنا شرطين، شرط ان هو محاسب زائد دي اللي هو ايه، استرك يعني و اند. ندوس انتر، جاب لي ان في محاسب اسمه حمزه شادي بياخد 2700 جنيه، وواحد اسمه احمد محسن بياخد 1500 جنيه. طب لو انا خليت احمد محسن ده بياخد 3000 ونص، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في حمزه شادي بس هنرجعها تاني. طب لو انا عايز بقى، ركزوا بقى في دي، طب لو انا عايز اخلي اقل من 3000 جنيه في اي حاجه تاني، يعني لو بمجرد ما اشيل دي كده واعمل علامه الزائد، يبقى اور او لا، اما تجيب لي محاسب لا اما تجيب لي اقل من 3000 جنيه. ركزوا ايه اللي هيحصل بالظبط. هو جاب لي لا اما ده لا اما ده، لا اما تجيب لي محاسب لا اما تجيب لي اقل من 3000 جنيه بالظبط. هي دي، مفيش حاجه غير كده. يعني ممكن لا اما دي لا اما دي، هي حاجه، هي اور بتساوي زائد. ثواني هنرجع دي اهو، تعالى نقف هنا في المعادله اهي. اور يعني زائد، اند يعني استرك، استرك دي يعني و اهو، و كده جاب لي المحاسبين اللي اقل من 3000 جنيه بس كده. شكرا جدا ليكم. ولو انت على اليوتيوب تعمل لايك وتشترك معايا في القناه اتمنى، ولو انت على التيك توك اعمل لايك واعمل لي فولو على الاكونت، صدقني هتستفيد كتير قوي. شكرا جدا ليكم، وانا محتاج فعلا دعمكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.